السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في موقع حلو أوي بيعلمك البرمجة على هيئة لعبة اسمها كود كومباكت، تمام؟ طبعا لازم تعمل حساب عشان تقدر تحافظ على الحاجة اللي انت بتحققها. دلوقتي هقوله بلاي. انا عامل حساب فعلا، بس عشان نبدأ من الأول خالص. مسلية جدا، انت بتتعلم برمجة وفي نفس الوقت بتلعب، فده حاجة اسمها جيمفيكيشن، يعني تعلم من خلال اللعب. فانا اقول له مثلا عايز ابدا هنا في اول مرحله اهوت، For the win. بيقول لي اختار الشخصيه اللي انت Nothing to it. اقول له بلاي. كود كومباكت بيقول لي انت المفروض تكتب كود ان انت تمشي كده وبعد كده كده وبعد كده توصل لي Of course. طيب grab the treasure. You can use these methods. Type your code on the right. Oh, bravo! خلينا نوقف الصوت، نخش للمرحلة اللي بعد كده. طيب انت بقى المفروض تعمل ايه؟ المفروض تمشي كده وتاخد الجواهر كلها عشان توصل. طيب فانا هقول له ايه؟ انت كده اتحركت رايت، وبعد كده هقول له انزل تحت داون، وبعد كده اطلع اب، وبعد كده تعالى رايت. تمام. بعد كده هيبدأ يخش لك في ان انت تكتب كم حركة تحركها يمين، كم حركة تحركها شمال، لحد ما توصل. تمام. طيب انا كده كاتب كود بتاعي غلط، ليه؟ المفروض ان انا اقول له كمل لفوق خالص. تمام. طيب يبقى هعيدها تاني. يعني كده قلت له اب، يبقى المفروض اقول له اب تاني. اقول له ران بالشكل دوت. كده انت حققت المهمة المطلوبة منك. زي ما انت شايف اللعبة مسلية، فلو في عندك أطفال عايزين يتعلموا البرمجة فالموقع ده هيخليهم يتعلموا البرمجة بأسلوب سهل وبسيط. أو بيقولك إن في مهمة مطلوبة منك. طيب هو هنا بيقولك إيه؟ بيقولك حاول تتحرك، بس المهم إن الشخص ده مشوفكش. تمام؟ طيب جمع الحاجات، متخليش الأجري ده يشوفك. طيب أنا كده رايت. طيب لو انا كملت هيشوفني، فانا اقول له اطلع فوق وعدي من ورا التمثال دوت. فهقول له هيرو اب، وبعد الاب رايت، وبعد كده داون، وبعد كده رايت. هيبدأ يمشي بالشكل دوت، وتفادينا ان احنا الراجل ده شوفنا، عشان لو شافنا ممكن ايه ينده للرجالة ويجوا يقضوا عليه. تمام كده انت حققت المهمة. فينقلك المستوى اللي بعد كده، فانت بتتعلم برمجة وبتتسلى ومبسوط وكل حاجة. هنا بيقولك اكتب عدد الحركات اللي انت هتتحركها. هو بيقولك ايه؟ تعال نعمل نحرك كده. بيقولك حاول تجمع كل الحاجات دي. You can use، بيقولك ممكن بدل ما تقعد تكتب رايت مرتين اكتب في القوس كده اتنين. تمام. فانت بتقعد تكتب بقى الكود بتاعك. هو بيقولك هنا هتحرك 3 حركات اهوت. فممكن اقول له بقى بعد كده ايه؟ اب اب، وبعد كده
رايت وبعد كده داون وبعد كده رايت وهكذا. الفكرة بقى ان انت تقدر تكتب هنا دي هتحركها حركتين حركة واحدة وهكذا. فلعبة مسلية ولذيذة.